طيب عشان نتعامل مع التحديات اللي احنا بنتكلم فيها واللي اشار ليها الرئيس النهارده، لازم نتكلم على الزياده السكانيه وخطوره القضيه دي وضروره مواجهتها الحقيقه بقوه وباراده، ونتوصل للمواطن خطوره الملف ده ونبدا كلنا نشتغل مع بعض فيها. خليني اسال عن الملف ده دكتور طارق توفيق نائب وزير الصحه لشؤون السكان. برحب بحضرتك معنا دكتور طارق، مساء الخير. اهلا استاذ ربنا، ازي حضرتك؟ الحمد لله، اهلا وسهلا بسيادتك. دكتور طارق، ازاي احنا مقدرين او مقيمين خطورة الزيادة السكانية وموقعها ايه بقى كمان في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية؟ والله حضرتك هي مسألة بقاء. مسألة بقاء واستدامة للموارد الموجودة في الدولة. هي مش موضوع ان في زيادة في العدد، لا، هي المنطق البقاء في الجودة. الدولة اصلا مهدد. الموارد قليلة جدا وعندك زيادة سكانية مضطردة كل سنة، وحضرتك مش قادر تستثمري في اي حاجه من الحاجات اللي هي المفروض ليها علاقه بالبشر. يعني مش قادر تستعمل في استثمار صالح في التعليم او الصحه عشان يخرج بمنتج بشري صالح. دي مشكله اساسيه. وطبعا سياده الرئيس النهارده فخامه الرئيس يعني ادى رسائل للعامه والخاصه والحكومه والشعب والمواطن. الرسائل كلها كانت واضحة وواقعية جدا وتوفي من الجميع تعاون عشان الموضوع ده. طيب احنا هنعمل ايه؟ يعني كان في محاولات وبعد كده يعني على استحياء ما جابتش النتيجة المرجوة، ما فيش استمرارية. فدلوقتي ايه الموقف؟ دلوقتي في نوع من انواع حزب تدخلات وكلها بتصب في مصلحة حاجتين اتنين اساسيتين. اتفضل يا دكتور. اول حاجة هي الضبط النمو السكاني، والحاجه الثانيه هي الارتقاء بالخطايا السكانيه، اذا كان تعليم، اذا كان صحه، اذا كان تمكين اقتصادي للمراه، رعايه طبيه متميزه، رعايه صحيه في الصحه الايجابيه وخدمات تنظيم الاسره متميزه. نعم. كل الكلام ده هيتطبق بالاضافه الى نظام حوافز مشروط. هذا النظام الحوافز بالاكيد ان شاء الله هيبقى ليه مردود كويس في حال تنفيذ. لا، كلمنا عنه شوية يا دكتور طارق، يعني ايه الحوافز طبيعتها؟ يعني ايه يعني السيدات اللي هم في سن معين هيبقوا المفروض ان هم مش هيجيبوا اكتر من طفلين. دول هيبقى ليهم نوع من انواع زي حساب بنكي، حساب بنك مالي شمولي كده، بحيث ان هي في نهاية المدة بعد سن 45 تاخد فلوس. حلو، تمام. فده هيتعمل على نطاق كبير شوية. لا، هيتطبق وهيبقى برضه ده نوع من انواع الحافز الايجابي. احنا ما بنتكلمش على اي حافز سلبي خالص. انا كنت هقول لك في المقابل في كده اللي هو تموين ودعم. لا لا لا، بتتكلم على حافز ايجابي، ودي اول مره تتطبق في الدوله المصريه. صحيح. الحاجه الثانيه ان هيبقى في تمكين اقتصادي للمراه وتدريب، وده مهم جدا عشان السيده توائم القدره الانتاجيه بتاعتها وقدرتها على يبقى عندها دخل ثابت، وبين الحاله الانجابيه وما يتطلبه من هذا من استثمار في الاولاد، في تعليمهم، في صحتهم، وهكذا. طيب والاعلام طبعا مش هننسى الاعلام. ما لسه اقول لحضرتك بقى ايه، ان كل ملفاتنا محتاجه منظومه عمل مشترك، والملف ده والقضيه دي محتاجه اعلام وثقافه ورجال دين وكل احنا بنتكلم احنا هنشتغل ازاي على الارض، ازاي موزعين المسؤوليات. بص اقول لحضرتك حاجه، كل وزاره من الوزارات اللي كانت موجوده النهارده هي معنيه بملف كامل المفروض ان هي تنفذه. مع في الاخر في نظام متابعه وتقويم ومحاسبه عشان نعرف بالظبط ايه اللي وصلنا له في النتائج. الكلام ده على سبيل المثال الصحه دورها يفصل في الموضوع، تقديم خدمات صحه انجابيه وصحه للاطفال اللي هم في سن بنقول عليهم اول 1000 يوم. وده مرتبط بمؤشرات اداء معينه محدده في اماكن محدده. تمام. للتضامن عندهم نفس الموضوع، في خدمات وفي رعايه وفي في برنامج تكافل وكرامه واثنين كفايه، فكل واحد هيشتغل على خدمه معينه. كل القطاعات او كل الوزارات شغاله على جزء واحد، ومش جزء واحد، جزء مشترك هو التوعيه. زياده الوعي والمعرفه مهم جدا في هذه الحاله. طيب دكتور طارق، لما كنت بقول حضرتك من شويه واحنا طبعا عارفين وشايفين انه كان في محاولات لكن ما استمرتش، لما النهارده الرئيس يتكلم يقول لك هنقعد بقى كل شهرين والتلاته كده ونشوف عملنا ايه والنمو السكاني اخباره ايه، فهنا هنا مساله بقى المتابعه وان احنا نشتغل ويبقى في نفس طويل وجدول زمني. صح. في محاسبه، في متابعه تقويم، وحتى المتابعه التقويم هتبقى مرقمنه
بحيث ان انا مش مفيش تدخلات بشريه كثيره، مفيش تعطيل للارقام، كل المؤشرات واضحه وصريحه في اماكنها الجغرافيه بمراكز خدماتها الموجوده لحاجة. تمام يا فندم، شكرا. الصوره هتبقى واضحه جدا ان شاء الله باذن الله. عظيم عظيم، شكرا لحضرتك يا دكتور، بشكرك شكرا جزيلا. دكتور طارق توفيق نائب وزير الصحه لشؤون السكان.